نعم هو تهديد، تهديد واضح لخصومة أن لا يستغلوا هذه الزيارة وهذه المناسبة بعد الآن. وتلاحظ بأن الخصوم استبقوا هذا التهديد من خلال اختراع قصة المؤامرة البعثية التي أصبحت أضحوكة المواقع في كل مكان. يعني ذهبوا فجأة ما يسمى بأمن الحشد دون أي أخذ إذن رسمي من الدولة ودون إشراك قوى الدولة الرسمية، واخترعوا قصة مؤامرة بعثية في المحافظات الجنوبية بالذات في الديوانية وفي غيرها من المحافظات، وقاموا بإلقاء القبض على ناس قيل بأنهم أبرياء لا علاقة لهم ببعث ولا غير بعث ولا إلى آخره، واخترعوا هذه القصة حتى يؤكدون ضرورة وجودهم، أن هم وجودهم ليس سياسيا كما يحاول الصدر أن يدعي أو يوحي، وإنما وجودهم ضرورة أمنية فعلية. لولا هم لكانت المؤامرة نجحت، وكانت تهددت الزيارة الأربعينية وتهددت جماهير الشيعة التي في هذه الزيارة. فهذا تجد حرب غير مباشرة بشكل واضح، كلها أساسها هي قضية التمثيل السياسي للطائفة، وهي قضية سقطت حقيقة من زمن بعيد. يعني من طلعت تشرين أوضحت الطائفة نفسها بكل جلاء أنها لم تعد لا تؤمن بهؤلاء الذين يدعون الكلام باسمها، ولا بممثليتهم لها، ولا بشرعيتهم باسمها. لهذا كان ما زال هذا الموضوع هو محل الصراع لما تبقى من شرعية ورقة التوت، شرعية ورقة التوت إذا صح التعبير، التي تتمسك بها كل هذه الأطراف.